السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك، شكرا لكم جزيل الشكر. اكتر من فرصة للاسماعيلي، اكتر من عرضية، ثم بعد 10 دقائق بدأ النادي الاهلي يتملك الامور، بدأ طبعا يضغط ويشكل خطورة على مرمى الاسماعيلي. لاحت اكتر من فرصة للاسماعيلي للاهلي، اعتقد ان كان ممكن في بعض الدقة في اللمسة الاخيرة، بعض التحركات اللي هي لازم تبقى مبكرة شوية من احمد الشيخ ومن جون الاجي، اعتقد كان ممكن تصفر عن اهداف. لكن المباراة الاسماعيلي عمل يعني ادم استحضار تعليمات واضحه جدا في حته الضغط على مفاتيح لعب النادي الاهلي، واضحه جدا من محمد مخلوف. صحيح. ومن دونجا. طبعا ارتداد الاجناب او اطراف الملعب عبد الرحمن مجدي وبيكيتي واضح جدا عشان يشكل رباعي وسط ملعب يضغط على منطقه بناء الهجمات بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا اتوقع النادي الاهلي هيزيد من الضغط او الاوراق الهجوميه في الشوط الثاني. فايلر اكيد مش هيرضى بالنتيجه اللي وصلنا لها حتى الان. لا. اعتقد انه معاه اوراق هجوميه بره زي وليد سليمان، زي هجيلك يعني عنده اوراق يقدر يشتغل بيها ان شاء الله الشوط الثاني. كابتن عبد الحليم، لا وجود خلق الفرص بالنسبه للاسماعيلي في عدم وجود شيلونجو؟ لا، الاسماعيلي ليه شكل، الاسماعيلي شكل منظم وواضح ان ليه جبهات وبيوصل بشكل مش وحش. الانهاء هو اللي مش جيد بالنسبه له. ما عندوش راس حربه ينهي الفرص؟ هو عشان هو محمد الشام مش راس حربه صريح، وانا قلت لحضرتك بدايه المباراه ان المجموعه دي كلها هتلاقيها تحت الكره، فبيبذل مجهود كبير جدا ان يرجع ويستلم من نص الملعب، هو ده اسلوب لعبه. نعم. فبالتالي في الفينش بتلاقي فيه بطء شويه، بتلاقي فيه خلاص ان استنفذ مجهوده كله في الجزء الخلفي في الحته الدفاعيه. نعم. او في التحركات في نص الملعب، لما هم بيروحوا بشكل منظم مع احمد ايمن وعبد الرحمن مجدي في ناحيه اليمين ومحمد البدري وباكيتا في ناحيه الشمال، همام طارق عامل دور جيد جدا في نص الملعب. انما مش 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 ال مش السيطره اللي بتخليك تروح وتروح بكثافه او لا. او تعمل مشاكل للنادي الاهلي. الجبهه اليسرى الاكثر نشاطا على الجبهه اليمنى جبهه علي معلول واجايه الى حد ما، لكن اللي انا عايز اقوله في مجمل الشوط، الاسماعيلي عنده جرأه كويسه، جرأه محسوبه، وعلى حد اللي انا شفته في الشوط الاولاني النادي الاهلي ما كانش متوقع من الجرأه دي. لا. الجرأة انه الاسماعيلي في اول 10 دقائق 11 دقيقة يكون في نص ملعب النادي الاهلي، هو اللي بيحاول يغلط الديفنس، والديفنس غلط في كذا كورة، اما باص غلط او حرمه من الاستحواذ، والنادي الاهلي اتحرم من الاستحواذ في نص الوقت بتاع الشوط لانه مجدي قفشه بعيد عن اللي بياخد قرارات غلط، يا اما قرارات متأخرة يا اما قرارات فيها تأخر. ودونجا ومخروف ضاغطين عليهم بالظبط. وطبعا الاسماعيلي كان متفوق في ده. طبعا غيابات مأثرة لانه لما مليت المراكز مطرح الناس اللي كانت موجوده وبتأدي بريتم او بتيمبو واحد عند النادي الاهلي. نعم. اقدر اقول لك انه ما اتملتش، ما ادوش نفس الاداء. يعني الشيخ ما اداش نفس الاداء، مروان ما اداش نفس الاداء، وجود اجايب لبره ما فيش الفعاليه الجامده بشكل كبير جدا، عشان كده النادي الاهلي تحس انه فاقد شيء من قوته اللي كانت ظاهره في كل المباريات، في شيء مفقود. عاد اخر 7 دقائق، اخر 7 دقائق في استحواذ وفي نقل وفي تحرك بشكل كويس، لكن تنقص العناصر اللي تعلي رتم الجيم وتخلي فيه خطوره واختراقات على الجون اكتر من كده، الاختراقات قليله جدا. نعم. الحاجات الخطر بتاعت النادي الاهلي كلها الشوط. نعم. الشوط من بره ال 18. وليد سليمان اول تغيير في وجهه نظرك؟ وليد سليمان اول تغيير في وجهه نظرك؟ وليد وازارو، يعني انت محتاج تعمل تغييرتين. لو انت بصيت على البدلاء عنده 3 تغييرات هجوميه، عنده جيرالدو ووليد سليمان ووليد ازارو، دي 3 تغييرات. اعتقد ان لو ما تمش حل المباراه، فايلر طبعا فكره هجومي دايما بيفكر في الحته الهجوميه بشكل مركز قوي، فوليد سليمان وهجومي دايما بيفكر في الحته الهجوميه بشكل مركز قوي، فوليد سليمان وازارو اعتقد اقرب تغييرتين. اعتقد هيبقى على حساب الشيخ احمد الشيخ، دي هتبقى ممكن اختيار اول لفايلر، ويشوف بقى اذا كان ممكن يسيب مروان
مع أزارو ويلعب راسين حربة عشان يحتاج ان هو يحل المباراة، او ممكن يلجأ على حساب مروان محسن ويبقى فيه وجود قبل ما نروح للكابتن عبد الحليم. اثنين في نفس التوقيت ولا واحد قبل واحد؟ فايلر في بعض المباريات عمل التغييرتين، بس انا اللي شايفه من ال 45 دقيقه الاولى اعتقد انه ممكن يبقى تغييره وبعدين بس تبقى بدري شويه. نعم. بحيث ان تدي له فرصه انه يعني يبقى عنده فرصه يغير التغييرتين التانيين. يعني شيلونجو اول تغيير بالنسبه لادم السرحدار كابتن عبد الحليم. لو ادم السرحدار يعني ما عندش او بيصبر قوي على باتيتا في المكان ده فهيصبر عليه شويه، انما انا معاك تماما شيلونجو دوره مهم في المكان ده. اعتقد وجوده محطه بيوصل الجون من اقصر الطرق وجوده مهم، خصوصا ان باكيتا النهارده مش في مستواه، فاعتقد انه ممكن يعمل التغيير. محطه بيوصل الجون من اقصر الطرق وجوده مهم، خصوصا ان باكيتا النهارده مش في مستواه، فاعتقد انه ممكن يعمل التغيير. محمد الشامي ينزل ناحيه الشمال وبيجدها وبيعملها بشكل كويس، شيلونجو يلعب قدام. بس لو هو من لو ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.